اليوم خلينا بالموضوع الإيراني، عندنا رئيس مجلس الشورى الإيراني نعم. موجود في لبنان، عقد لقاءات، نحن سنساعد لبنان. بالمقابل كان في اجتماع بمعراب بمقر القوات اللبنانية لمجموعة من المعارضة، ضمت الكثير من أحزاب المعارضة، شخصيات المعارضة، سياسيين وعسكريين وغيرها ومستقلين أيضا، لتقول كفى، طبقوا القرارات الدولية، اسحبوا السلاح، انشروا الجيش. كان العميد بالاجتماع كمان نعم. فهذا المشهد دليل شو؟ دليل انقسام لبناني حاد في هذه اللحظة المصيرية التي يجب أن يكون لبنانيون موحدين فيها. طبعا أكيد في انقسام، ولكن يمكن هالانقسام مش على كيف يجب أن تكون الأمور بعد وقت الحرب، يمكن الانقسام هو في التوقيت. اليوم بنشوف يمكن القوات اللبنانية في عندهم حماس، بتصور شوي قبل وقته حماس شوي زايد ل يعني الدفع في تطبيق القرار 1701 و 1559 و 1680. وطبعا نحن مع تطبيق كل القرارات الدولية، ولكن اليوم يمكن مش الوقت لحتى نكون عم نحكي بهالمواضيع عبر بعض المؤتمرات اللي عم بتصير بمناطق معينة. اليوم إذا منشوف الدولة شو قالت، الدولة عبر المبادرة أو خارطة الطريق التي طرحها الرئيس مئاتي بالتشاور مع الرئيس التنفيذي السيد نور الجبار، قالوا نحن مع تطبيق 1701، نحن مع وقف إطلاق النار عبر نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. فنحن إذا ننطلق من الشرعية اللبنانية منقول إنه الدولة قالت نحن مع تطبيقه، منا بحاجة لحتى نكون عم نقوم بمؤتمرات. أنا برأيي أكيد بكل محبة أولى مش بحاجة نكون عم نقوم بمؤتمرات بتاخد طابع يعني التقسيم، نكون عم نطلق شعارات من مكان معين. يمكن المكان هذا الكلام مهم وخطير. يعني الآن في مؤتمر بمعراب عمليا يعني بدعوة من القوات اللبنانية اللي صار اليوم نعم. وفي اتهام من حزب الله كان واضح من قبل مسؤول العلاقات الإعلامية سيد محمد عفيف نعم. أمس أنه احذروا يعني ما تغلطوا غلطة 1982. برأيك في محاولة للاستغلال السياسي للوضع العسكري الآن؟ أنا برأيي اليوم الوقت هو وقت وحدة وطنية. طبعا كلياتنا بدنا تطبيق القرارات الدولية. نحن إذا نرجع أساسا منقول أنه اتفاق الطائف يتضمن كل البنود اللي تم الكلام عنها اليوم، يعني إذا بنقول نحن مع تطبيق اتفاق الطائف نعمل إذا بدك، إذا بده يصير في حوار أو إذا بده يصير في تشاور أو إذا بده يصير في لقاء بين النواب، في يكون بمكان يكون بعيد عن بعض رمزية، بعض بعيد عن الاصطفافات، في يكون بعيد عن الاصطفافات، في يكون يمكن في إجماع عليه أكثر. اليوم اللي شفناه كمتوقع طبعا، وبنرجع بنقول نحن مع تطبيق القرارات، ولكن اليوم مش كلام عن يعني الانقسام والتفرد بالرأي، ولا حتى اليوم الوقت مناسب لحتى يصير في محاولات لتزعم للمعارضة ولا غير المعارضة. اليوم مع كل احترامنا ومحبتنا للجهد السياسي اللي عم تقوم في المعارضة، خلينا نقول انه في عنا فرصة حقيقية بالدولة اللبنانية لحتى نرجع كلياتنا تحت شعار الدولي. اليوم هذه الفرصة إذا صار في شرخ بالداخل اللبناني، إذا هذا الشرخ استمر، إذا نحن اليوم بعد في قلق إنه هذه الحرب بتفاعلاتها الداخلية تؤدي إلى شرخ فعلا طبعا إلى فتنة داخلية. طبعا اليوم أنا برأيي المفروض أن يكون التوجه صوب جمهور حزب الله هو كالتالي. طبعا بعيدا عن إحساس الشماتة، إحساس الشماتة هو إحساس فوقي ما بليق فينا، ما بليق بالمبادئ طبعا اللبنانية والوطنية. كمان بعيدا عن الاحساس بالشفقه، لانه احساس الشفقه هو احساس دوني، وانا برايي اليوم جمهور حزب الله يلي هن يعني اخواتنا بالمواطنه مش مسؤولين عن القرارات يلي قامت فيها القياده اخطات بالاعتبارات اللي كانت حطتها، طبعا اخطات بحساباتها، اخطات بايهام يمكن الشارع اللبناني ككل انه بالفعل في عنده قوه الردع، وبالفعل انه علت وجوده هو ولكن الردع. يجب احتضان اليوم نحن بحاجه لحتى نروح يمكن الاحتضان والتعامل مع البيئه يعني اذا بدك التابعه الى حزب الله من دون ما نكون عم نكذب على حالنا ونقول ما عندنا حزن. في عندنا حزن على جمهور حزب الله، ولكن لا
احساس بالشفقه ولا احساس بالشماته. ممتاز.